الأطفال الصغار في حصة جديدة من سلسلة الدروس عن بعد. أولاً يا أطفال الصغار، سنقوم بطقوسنا الاعتيادية. بدايةً سنستظهر معاً آية الكرسي وأذكار الصباح. لا تنسوا يا أطفال الصغار. الآن سنحدد تاريخ اليوم. البارحة يا صغاري الثلاثاء، نعم. اليوم الأربعاء، غداً الخميس. نعم أحسنتم يا أطفال. إذن اليوم الأربعاء 20 شهر ماي 2020، وسأحدد يا أطفالي الصغار معكم بعجالة على اللوح. انظروا يا أطفال الصغار، اليوم الخميس، نعم 20 شهر. بالنسبة للأسبوع، فأيام الأسبوع 7، 2، 3، 4، 5، جمعة، 7 والأحد. وبالنسبة للشهور الميلادية، ففي السنة الميلادية 12 شهر: يناير، فبراير، مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر، نوفمبر، دجنبر. أحسنتم يا أبطال الصغار. سنمر الآن إلى الفصول الأربعة. ففي السنة 4 فصول: فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الصيف. نحن يا أبطال الصغار في فصل الربيع، ومظاهر فصل الربيع كالتالي: حيث تخضر الطبيعة، تنبت الأزهار، يصير الجو معتدلا. أحسنتم يا أطفال. سنحدد الآن الطقس بالنسبة لليوم. انظروا إلى النافذة يا أطفال الصغار، الجو مشمس. أحسنتم. الآن سنعود إلى حصتنا، حصة القراءة مع الخط. انظروا إلى هذه الكلمات ثلاثة يا أطفالي: ضر، سن، مض، رابن، روضن. هل تلاحظون يا أطفال ثلاث أصوات تتكررون؟ نعم، صوت ضاد. أحسنتم، صوت ضاد. انظروا إلى هذه الكلمة ضر، سن، صوت الضاد هنا مع الكسرة ضي وكتب في أول كلمة، وهنا ط وكتب في وسط الكلمة، رول ضن وهنا كتب في آخر كلمة ضن، ضي ط ضن. انظروا إليه في هذه الصورة جيدا. خط مائل نصف دائرة، خط أفقي نصف دائرة، عفوا، هذا هو حرف ضن. الآن سأنتقل معكم إلى تجزئة هذه الكلمات إلى مقاطع. لماذا يا أطفال الصغار؟ ليسهل علينا قراءتها. انظروا إلى هذه الكلمة. قبل أن أقرأها سأحد مقاطع. انظروا جيدا. الآن هذا هو حرف الراء. نعم، حرف الراء مع الضمة يقرأ رو. هذا حرف الضاد مع الواو، مد بالواو، ضو. حرف الضاد مع التنوين بالضمتين، ضن. إذا سأقرأ الكلمة: رو ضو ضن، رو ضو ضن. سأكتب هذه المقاطع هنا: رو ضو ضن. أحسنتم يا صغاري. سأنتقل إلى الكلمة الموالية: ضي ما، عفوا، ضي ما ضن. انظروا جيدا. ضي حرف ضاد مع الكسرة، ضي ما دن. نعم يا أبطال الصغار، ضي ما ضن. أجهزوا هذا التمرين يا صغاري. انظروا جيدا، عندي هنا ثلاث كلمات: ردود، ضماد، ضاد. اكتبوا هذه المقاطع في الخانات كما أنجزت الآن على السبورة، ولونوا حرف الضاد. الآن يا أطفال الصغار سأقرأ معكم صوت الضاد مع الحركات. حرف الضاد مع الفتحة ضا، حرف الضاد مع الضمة ضو، حرف الضاد مع الكسرة ضي، مد من
خطاب، مد بالواو ضو، مد بالياء ضي، التنوين بالفتحتين ضن، التنوين بالضمتين ضن، التنوين بالكسرتين ضن، السكون ض. نعم. إذا الآن يا أطفالي، بعدما تعرفنا على صوت الضاد مع الحركات وداخل الكلمات، سأكتب كلمة تتضمن هذا الحرف. انظروا جيدا، سأكتب درس، خط، مائل. تتبعوا أنتم أيضا معي يا أطفال الصغار، خط، نصف دائرة عفوا، خط أفقي، ولا ننسى النقطة ضي. حرف الراء يا أطفالي كما تعرفون فهو ينزل عن السطر، سين، سكون. انظروا إلى حرف السين، نصف دائرة ثم نصف دائرة، ونصف دائرة تنزل عن السطر، ثم التنوين بالضمتين، در در سن، در سن. اكتبوا هذه الكلمة أيضا أنتم يا أطفال الصغار، أو كلمات أخرى تتضمن حرف الضاد. إذا ها قد أنهيت حصتي لهذا اليوم يا أطفال الصغار، إلى حصة مقبلة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.